عليكم، على خير لاباس. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نكمل الفيديو اللي كنت بديتها شحال هادي ديال ان كيفاش نعاونوا وليداتنا باش يتعلموا اللغه الفرنسيه. وديك المره كنت عطيتها اون فيو جينيرال، زعما واحد النظره شامله على شنو الحوايج ممكن نديروا. بديت لكم بلي زيستوار وقلت لكم كاين زعما العاب اللي خاصه بهذا الشيء هذا. دابا غادي ندخل شويش نعطي بلي ديتاي اكثر. هما يا اللي خاصكم تعرفوا هو ان الوليدات باش يتعلموا اللغه الفرنسيه كاينين ثلاثه الحوايج، كاين الرسوم المتحركه، كاين القصص، وكاين بيسكو دابا حنايا في 2020 يعني لي تيليفون ولات شي حاجه عاديه وبديهيه عند كلشي، ولاو لي زابليكاسيون. دونك اليوم انا باش نهضر لكم على لي ديسان زانيمي وكيفاش نختارهم وشنو ممكن نشوفو، والقنوات اليوتيوب هادشي كله غادي ندوي عليه، وغادي ندوي على القصص وكيفاش نختاروهم، وكل واحد شمن قصه نوع غادي يصلح ليه، وحتى الكتب بالنسبه للدراري اللي بداو كيقراو يعني شنو ممكن نختاروا لهم باش يعاونهم انهم يديشيفخاو بسرعه وانهم يتعلموا يقراو. وفي الاخر غادي ندوي لكم على دي زابليكاسيون اللي زوينين، وغادي نخلي لكم لو ليان باش تانستاليوهم عندكم. خليكم معايا باش نبدا. وسمحوا لي انا كنحاول زعما ندوي بالغوات باش الناس ما يقولوا لي علاش راه كنسمعوكش، مي راكم عارفين ولادي مازال ناعسين، حيت هو الوقت الوحيد اللي ممكن نهضر معاكم بحال هكاك، سينو راه كيبقاو يجيو يلعبوا يهضروا يعني ما يمكنش نسجل فيديو. دونك قلنا هادشي اللي باش نهضروا عليه، وعاد باش نعطيكم واحد النصائح اللي ضروري خاصكم تتبعوهم باش هادشي يطبق معاكم ويعطي نتيجه. غادي نبداو اول حاجه بلي ديسان زانيمي، الرسوم المتحركه. دابا بزاف ديال الناس كلشي يوتيوب كيعطي اليوتيوب، يوتيوب فيه بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن يوتيوب خاصك تبقاي جالسه حدا ولدك، حيت مالوغوزمون ملي كيتفرج في ان ديسان انيمي كيسالي وكيبدا حاجه واحده اخرى، وبارفوا لي سوجيستيون يعني الاقتراحات اللي كيطلعهم من اليوتيوب ما تيكونوش زوينين، كيكونوا شي حوايج بالعكس ميم كارثيين. هذه بالتجربه الا جلسيو شي مره وبقيتيو كتشوفوا شنو كيطلع، وعاد هما كيحطوا شي تصاور بوغ اتيغي لا طونسيون ديال هذاك الوليد، وهو تيبرك اي مانيبول وتيبرك على هذيك لا فيديو الوغ كو ما صالح حتى حاجه. دونك يوتيوب الا كنتي ماش تجلسي وتعرفي تحددي ليه الوقت وكتعرفي شنو كيتفرج وشنو ما كيتفرجش ومتبعه حاجه بحاجه، انا نقولكم من بعد لي الناس اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش هاد المساله الثانيه غنرجع لكم اليوتيوب واش ممكن تفرجوا فيه. انا اللي كنفضل هو ان الواحد غادي يدير هذاك لابونمون ديال عام، راه داير 250 درهم في ليكال غاليين كاع بزاف، داير 300 درهم عام لابونمون اللي كيفتح لك هذوك لي شين الفرونسيز والقنوات كلهم، يعني انت انا ماشي عجبك الحال تفرج فيهم غتلقاي شي حوايج غادي يفيدوك وحتى ولدك، كتلقى هذاك كانال بلس كتحل. هنايا باش نقول لكم لي شين اللي فريمون زوينين، حيت انا براسي قبل ما كنت كنخلي ولدي يتفرج ولا دابا بنتي يتفرجوا كنت كنجلس وكنشوف كنتفرج كل ديسان انيمي وكنعرف شنو فيه وعلاش كيهضر واش صالح ولا لا، حيت بهاد الجلسه هادي كنكتشف ان فريمون كاين دي ديسان انيمي ما صالحين لا شويه ولا بزاف. المهم نرجعوا لي شين هذاك، الا بغيتيو من بعد غادي نوريكم هذاك الا بغيتو قولوها ليا بالنسبه للناس اللي ما عرفوش، كتشرى بحال واحد النوع ديال واحد البتي مودم وكديه عند هذوك مالين اللي كيديروا الاذاعات ديال الكره، وكتقول له شارجيه ليا راه قلت لكم داير 250 درهم. هنايا اذاعات لا نقول لكم فريمون زوينين، ان كونتوني لي رقيقي وادابتي ان انفون يعني وليد، يعني ماشي ما بداتش حيت هما يا فبرا راهم تيعرفوا اش كيديروا، راهم كيديروا واحد لي شين ديال الدراري الصغار حتى لاج داك ديال 7 ans 8 ans 9 ans، وابخي كيديروا ديال البدايه ديال المراهقه، يعني خصكم تردوا البال شنو تختاروا. انا اللي غادي نقول لكم اللي هي بيوي بلس، بيوي بلس فيها يعني واخا تخلي ولدك معاها النهار كله عرفي كو غادي يتعلم يتعلم شي حوايج زوينين، وما تخافيش عليه زعما يكون واحد لو كونتوني لي اغريسيف ولا ان بو فولغير ولا زعما شي حوايج اللي ماشي هما هادوك. دونك بيوي بلس اون شين اللي انا ممكن نخلي حتى ولدي ما عندي حتى مشكل، شي حاجه اللي زوينه.
Après, la deuxième chaîne, il y a Nickelodeon Junior. Nickelodeon Junior, redoubelle comme Rafia Jouj, qui est Nickelodeon ou qui est Nickelodeon Junior. Junior, il y a un programme Zwin. Les dessins animés, il y a un film qui est un dessin animé qui est un film qui est un film qui alors que Nickelodeon l'autre هذاك الطفل اللي كيبدا كديال داك المراهقه الاولانيه كيبدا واحد لي سوجي اللي شويش متفتحين المهم انا جو تروف كو بالنسبه للوليد اللي عاد بادي وليد صغير حنا كنهضروا على وليدات الصغارين نيكلوديون جونيور بي وي بلس وكاينه ديزني جونيور ديزني جونيور هادو هما ثلاثه الاذاعات انا اللي كيعجبوني حيت غادي تلقاو ابري كاينه غولي كاينه تيليتون كاينه بزاف ديال الحوايج انا هادوك parfois كنلقاو فيهم دي ديسانز انيمي زوينين ولكن شي مرات كتلقاي هادوك لي سوجي تريتي ما تيعجبونيش ولا كتلقى بحال دابا ديسانز انيمي اللي فيهم واحد شنقول لكم بحال دابا لي سوجي كيما قلت لكم تريتي شي حاجه شويش ما ماشي تله ولا ما تيهضروش فيهم يعني ساكتين صامت ما يتعلم حتى حاجه راكم عارفين نتوما يا العقليه ديال الناس ديال الاجانب كي دايره يعني انا هاد لي شين هادو الا درتهم ليهم خاصني نبقى جالسه ونعرف فاش كيتفرجوا اما زعما كي ندير هادوك لي شين ونمشي لا قلت لكم لي 3 شين اللي ممكن نديرهم وزعما قلبي مستهمل ما نبقاش كنفكر شنو واش تكون شي حاجه خايبه ولا لا هما بي وي بلس نيكلوديون جونيور ديزني جونيور سمحوا لي على الصوت راكم عارفين الطريق ما عندي ما ندير ميم سي كنسد لي فيتر كيبقى يتسمع الصوت دونك هذا الشيء بالنسبه للرسوم المتحركه لي ديسان زانيم وبالنسبه لي بيبي لي بيبي ا بارتير دو 1 نون اي 1 نون اي دمي انا كهنايا دويت دابا هاد لي ديسان زانيمي دويت على الوليدات اللي وليداتهم كبار ولا وليداتهم زعما بداو تيفهموا الادراك يعني غادي يقدر يتفرج لي ديسان زانيمي ها شنو ممكن يتفرج اللي وليداتهم مازال صغيورين طبيعه الحال تبداو لهم بلي كانتين غتبداو ليهم بهذوك الاغاني اللي كيدوزوا في اللي ممكن تلقاهم في اليوتيوب وردوا بالكم ولا فو بوفي لي تيليشارجي في التليفون عندكم يعني تعرفوا يبقاو محدود يعني انا غادي نشد واحد لا فيديو فيها دي كانتين زوينين وتيليشارجي في التليفون يعني واخا نقطع الكونيكسيون ولدي غادي يبقى يتفرج في هذيك غير في هذيك لا فيديو وتعاود ما نخافش انه يمشي لحاجه واحده اخرى قلنا بالنسبه لي بيبي لي كانتين وبالنسبه للوليدات لي ديسان انيمي راه هضرنا الناس اللي ما عندهمش هذاك لو ديكودور داك لو بيتي موديم ما عرفت كنسميه اللي فيه دوك القنوات ولا ما عرفوش ولا ما يمكنلهمش عندهم يوتيوب لي ديسان انيمي لا نقول لكم انا ما بقاش نعطيكم بزاف ديال الحوايج يونا ترو مي زعما اللي زوينين كتحس داك الشيء بريء انا هاد لو بوين كنأكد عليه حيت كتلقى فريمون الدراري ولاو اغريسيف بقوا داك الكونتوني اللي كيشوفوه لي بريء عندكم بيبا بيغ راه كلشي كيعرفها بيبا بيغ هو ميم سي حيت راكم عارفين حنايا بالنسبه للمسلمين عندنا الحيوان اللي كان ابريفوازو في الاول هو زعما كي كنعطيو به ليكزامبل هو الموتون هو الكبش راكم نتوما عارفين الصراحه عندهم الخنزير هو اول حيوان حاشاكم ولكن كيبقى حيوان وكتبقى واخا هكذاك الرسوم زوينين دقيقين كيهضروا كل حلقه باغ تيم يعني كل مره كياخذوا واحد المجال دي فراز لي سامبل وزوينين كاين تشوبي حتى هو يا غزال واحد لورس تشوبي حتى هو يا زوين زعما ديسان انيمي اللي كنقول لكم ديما نقيقيين كتحس بهذاك البراءه شي حاجه اللي زعما ممتعه و ميم طون مفيده كاين بيتي تورس بران انا هادو هادشي اللي كنقول لكم عليه راه نخلي لكم كله في صندوق الوصف غادي نكتب لكم هادوك لي شين اللي قلت لكم غادي نكتب لكم هاد لي ديسان انيمي وحتى الشيء الاخر لي زابليكاسيون نخلي لكم لو ليان وكلشي دونك قلنا بيبا بيغ تشوبي كاين بيتي تورس بران حتى هو يا زوين و كاين
زو سي ان زيبغ هذاك واحد الحمار الوحشي حتى هو يا نقيقي وزوين وبيان سور كلكم راكم عارفين كايو حتى هو يا شي حاجه اللي زوينه والكلمات بساطين وكتلقى لي دي سان زانيمي تيهضروا ببطء يعني ما كايناش واحد الزربه يعني الوليد ممكن يستفد ويسمع انا هادشي مبدئيا انا هي سي سكو جو زي سيتي هي اما هما راهم كاينين بزاف زعما انا اللي كيبانوا ليا البدايات مزيان ان الواحد غادي يستفد منهم بالنسبه لواحد مبتدئ هما يا هادو غادي نمشيو دابا للقصص القصص واحد العامل مهم بزاف بزاف وغزال وتعلم الواحد يكون حكيم وتيكون مرزان وكيعطي واحد الثقاله للوليد القصص هنايا ملي غادي نجيو حنايا نشريوهم راه ما غاديش نقول انا شحال في عمر ولدي هذا شحال في عمر ولدي الا كان غادي نبدا معاه من الصفر يعني وليداتي عندي عامين عاد غادي نقول معاهم بسم الله لا غادي نقول شحال في عمر ولدي وماش نبدا اما نورمالمون شتا ملي كتشوف بحال دابا لي سونتر اميريكان ولا انستيتو فرونسي ولا شي حاجه راه ملي كيديروا دي كلاس واش كيجمعوهم بحسب العمر لا بحسب لو نيفو راه ممكن تلقى واحد القسم فيه واحد عنده 60 عام مع واحد عنده 7 سنين مع واحد عنده 19 عام كيشوفوا لو نيفو ديالهم سمحوا لي على الصداع والله راه جو في لو مون ميو ما هذا الجهد دونك يعني حنايا ملي غادي نمشي نشري انا قصه غادي نزول داك الحزازات لا ديال انا كيفاش ولدي عنده 7 سنين 8 سنين وماش نشري ليه قصه ديال عام وعامين ليسونسييل هو يستفد انا كنقول دي بيتي با سور يعني خطوات صغيره ولكن ثابته وعارفه شنو كندير